في رأيك في الوقت الحالي من هو أفضل لاعب في العالم؟ ما لا أعرف الإجابة، ولكن نرى كريستيانو رونالدو ونرى ميسي استحوذوا على البالون، على الكرة الذهبية والكرة في العالم. لكن أعتقد بيلينغهام، ليفاندوسكي، إيرلينغ هالاند لاعب أسطوري أيضا. Phil Foden will get a mention. So, يجب ذكره. I mean, Harry Kane is Harry Kane أيضا لاعب متميز. There's a few players there. يوجد بعض اللاعبة. معظمهم لاعبين إنجليزيين. ولكن Harry Kane has been incredible. I think he's certainly going to get a mention. معظم اللعيبة الذي ذكرتهم، عظماء مو صلاح أيضا لاعب عظيم. أعتقد أن هناك محادثة لن تخلو من محمد صلاح عندما نتحدث عن اللاعبين العظماء. فأنا أرى أداؤه في المنتخب والفريق. لو طلبت منك تشكيلة تاريخية تحب تلعب بجوارها، تشكيلة من أفضل اللاعبين على مر التاريخ تحب تلعب جنبهم من حارس المرمى حتى آخر خط. If I get an historical squad. لو أنا في تشكيل تاريخي. لو أنت في تشكيل تاريخي من حارس المرمى وأنت في هذا التشكيل مهاجم بداية من حارس المرمى حتى روبي فاولر. حسنا، في الدوري الإنجليزي. بيتر شمايكل. I'm going to go Liverpool. Sami Epia was incredible. كان عظيم. Trent. Trent would be in it. Virgil van Dijk would be in it. Van Dijk أيضا. I think Steve McManaman would certainly be in it. You know, Steve McManaman was probably. كان لاعب عظيما. أنا لعبت معه. Who else? Let's see. You know, John Barnes was. John Barnes أيضا كان لاعب متميز. And you know, I am talking Liverpool here, so you'll have to excuse me. أنا أتحدث عن ليفربول طبعا، والناس سوف تتوقع هذا. الناس سوف تتوقع لاعبين من أنحاء العالم، ولكن أنا مرتبط جدا وأثق جدا في نادي ليفربول. Ian كان لاعب جيد. Who else? Right, let's talk left back. You know what? Let's go for. الظهير الأيسر سوف يكون جيكسون. روب جونز was a great player. George. And these are all players who've played, you know, in the past. العديد من اللاعبين الذين أنا لعبت معهم. The more modern players. ولكن هناك لاعب من الجيل الحالي. من أي نادي عظيم؟ ستيفن جيرارد سيكون لاعب جيد في التشكيلة.